It's all about humanity. السلام عليكم يا شباب، ورجعنا في فيديو جديد. طبعا في فيديو النهاردة هنتكلم مع بعض عن طريقة عمل روت وهمي لأكاس الاندرويد. بس طبعا يعني قبل أبدأ فيديو حبيت أشكركم على التعليقات الجميلة اللي تكتبها لي دي. وطبعا لو انتوا عايزين تعليقاتكم تظهر في الفيديو اللي جاي، ياريت تنزلوا تكتبوا لي تعليقات وان شاء الله هظهركم في الفيديو اللي جاي. فبلاش كلام كتير ولا نخش في الشرح على طول، فخلينا كده بالشكل ده هنشوف تطبيقين النهاردة. هنحتاج اول تطبيق اللي اسمه X8 Sandbox والتاني اللي اسمه Root Checker. وطبعا التطبيقين دول هتلاقيهم تحت في وصف الفيديو ان شاء الله، هتنزل هتحملهم على طول وهتثبتهم معاك على الجهاز وهتثبتهم عادي بكل بساطه. وطبعا خلينا بقى قبل ما ادخل التطبيقين دول اشرح لك ايه هو نظام الروت الوهمي ده. نظام الروت الوهمي ده بيبقى عباره عن اصدار اندرويد تاني بتنزله على جهازك بكل بساطه جدا. يعني مثلا نقول مثلا انت اصدار جهازك 4، فانت تقدر انت تخليه اصدار اندرويد 5 بكل بساطه. يعني يبقى عندك موبايلين في نفس الموبايل، فطبعا يعني الموبايل التاني ده اللي انت بتنزله فبيكون عليه روت جاهز. فتعالوا بقى كده نشوف الطريقة. اول حاجة بندخل على برنامج روت تشيكر، بنحمله كده بالشكل ده، هيفتح معانا. بعدين نضغط على كلمة التحقق من الروت دي، فهيقول لنا ان احنا ما عندناش روت على الجهاز نهائي. يعني مثلا لو قعدنا نحاول كده يقول لنا ان احنا الروت مش متثبت عندنا على الجهاز. فنروح بقى على التطبيق التاني ده بقى اللي اسمه X8 Sandbox، هنفتحه كده بالشكل ده وهياخد وقت. طبعا انت اول مره بتحمله بياخد معاك على الاقل من 5-10 دقايق تحميل، اما طبعا انا حملته قبل كده فمش هياخد معايا يعني دقيقتين بالكتير قوي. فهستنى كده لما يفتح وهرجع لكم تاني على طول. فطبعا دلوقتي بعد ما اشتغل الروت الوهمي ادي كده هو كده شغال، ولكن طبعا هو ايه بيعلق علشان ده طبعا نظام اندرويد تاني عندنا على الجهاز. فطبعا انا حملته قبل كده زي ما انا قلت، علشان كده فتح معايا بالظبط بعد دقيقه ونص كده بالظبط. فاول حاجه بنعملها اول ما نخش كده بنيجي على كلمه سيتنج، دي اهم حاجه علشان ما نلاحظش ان في تعليق في الاصدار ده او التليفون ده الوهم. ندخل على كلمه سيتنج من تحت، بندور كده على كلمه اسمها ريزولوشن او الجوده بالشكل ده، بنضغط عليها ونخليها على لو اللي هو اقل حاجه خالص من تحت خالص. دي طبعا بتقلل الجوده بشكل عشان ايه نقدر ان احنا نستخدم برنامج من غير ما يعلق معانا. مثلا لو جهازنا مثلا نقول متوسط عشان ما يعلقش معانا. فطبعا في اجهزه ثانيه لعمل الروت الوهمي ان شاء الله هبقى اشرحها في الفيديوهات اللي جايه، ولكن دي عايزه بقى مواصفات اعلى للجهاز. يعني مثلا على الاقل عايزه 3 جيجا رام، اما الجهاز اللي معايا ده 2 جيجا رام، فعشان كده محمل عليه البرنامج ده. فبرجع كده بالشكل ده. وتاني حاجه برضو بعملها اللي انا افعل اكسبوز من هنا، انيبل اكسبوز بالشكل ده، بضغط عليها وبفعلها، بعدين بيرستر وبعدين برجع تاني. فبس كده، فبكل بساطه اضغط كده على كلمه ويت، فبكل بساطه كده ادي الاصدار التاني اتحمل معايا. طبعا بقدر اضيف تطبيقات عن طريق اللي باجي على اد ابس من هنا، فاقدر اضيف اي برنامج عندي على الجهاز. انا طبعا ضفت روت تشيكر على الجهاز عن طريق ان انا جيت كده واضغط على كلمه اد، هنا بتبقى علامه خضراء كده زي دي مثلا، ما تبقاش اوبن. يعني انت لما تثبته على الجهاز على الروت ده بيبقى اوبن. بعدين بالشكل ده هندخل بقى على روت تشيكر، فهو كده تلقائي يعني يديله صلاحيات الروت، وهنيجي بقى نفتحه كده ونشوف عليه روت ولا لا. وندخل على كلمة التحقق من الروت، فبالشكل ده كده جاب لي ايوه صح كده، انا عندي روت على الجهاز. فكده انا كده ثبت روت على الجهاز بكل بساطة ومحتاجتش على الاقل اكتر من 10 دقايق اللي انا عامله. وطبعا هو مشكلة بس في حجم الجهاز، في حجم البرنامج اللي هو حجمه 300 ميجا، عايز نت سريع يعني عشان يتحمل معاك. فطبعا تعالوا بقى نخش كده على اكسبوز دي. طبعا اكسبوز ده محتاج روت برضو عشان يشتغل، فتعالوا كده نشوف. وبالشكل ده جاب لي علامه صح، يعني شغال 100% عليه الروت، يعني الروت شغال بنسبه 100% على الجهاز على الجهاز ده. او وجاب لي كده لولي بوب هنا، اصدار اندرويد بتاعه بيبقى لولي بوب او اصدار 5. فطبعا لو انت جهازك 4 وعايز تحمل تطبيقات تشتغل على اندرويد 5، فانت بكل بساطه هتحمله. مثلا هندخل بقى نسجل على جوجل بلاي. طبعا انا سجلت قبل كده زي ما انا قلت لكم في الاول، هندخل كده وهنلاقي انا مسجل على جوجل بلاي واقدر انزل اي حاجه انا عايزها بكل بساطه. وبعدين بقى اي تطبيق مثلا عليه روت اقدر دلوقتي ان انا احمله بكل بساطه.
فبس كده. فهو بقى الميزة بتاعت البرنامج ده كمان ان انت مثلا لو عايز مثلا تفتح شبكة واي فاي بكل بساطة بتنزل برامج اختراق الواي فاي وبعدين بتختار الروت وبيتحمل معاك على طول. وكمان برضو تقدر مثلا لو مثلا تقدر لو انت عايز تفتح حسابين واتساب على نفس الجهاز، فانت بكل بساطة بتنزل نظام الاندرويد ده وبيفتح لك حسابين، يعني مثلا تفتح الحساب الاساسي عندك ومثلا عايز تضيف واتس تاني، فانت تخلي الحساب ده على اصدار الاندرويد ده. فبس كده، فكان هو ده بقى فيديو النهارده. اتمنى لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اغلب الفيديوهات. وطبعا حبيت افكركم برضو موضوع التعليقات ده، انزل اكتب لي تعليقات دلوقتي ان شاء الله عشان اشارككم في الفيديو اللي جاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.